وللحديث عن ملف مصدر تمويل الميليشيات الموالية لطهران بعد تصريحات عضو مجلس الخبراء الإيراني عباس الكعبي عن تأثير انهيار دينار العراقي على دعم ما سماها بدول الممانعة، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. حياكم الله أستاذ عبد الله. حياكم الله أنتم ومشاهديكم الأكارم ودكاتركم. أهلا بك أستاذ عبد الله. يعني منذ سنوات وإيران تمول ميليشياتها من خلال عدة طرق، بداية وبرأيك إلى أي حد أثرت العقوبات الأمريكية فعليا على مصادر تمويل تلك الميليشيات؟ الصراع ما بين أمريكا وإيران انتقل إلى العراق الآن بعدما توقفت المفاوضات في فيينا حول الملف النووي ولم تخرج بنتائج مرضية للطرفين، فأرادت أمريكا فتح معركة صغيرة مع الجانب الإيراني في العراق. فلذلك هذه العقوبة لها شقين، الشق الأول الداخلي والشق خارج حدود، الثاني هو شق خارج حدود العراق. أما ما يخص الميليشيات داخل العراق فلا يؤثر عليها هذه العقوبات لأنها ممولة من المؤسسة الرسمية العراقية ولها نصيب من الموازنة العراقية تحت مسمى الحشد ورواتب الموظفين والمناصب السيادية الرئيسية الكبرى والمنافذ والأتاوات وكل والمصارف، كل هذه مصادر والعمل اللوجستي لكافة الميليشيات ممول رسميا من العراق، ولا تصرف الميليشيات أي مصرف خارجي من جيبها، وكل ما تحصل عليه من أموال أخرى هي تذهب إلى إيران. فإن الضرر لا يقع على ميليشيات العراق وإنما يقع على الميليشيات خارج الحدود التي الممولة من قبل العراق لصالح إيران. هذه هي التأثير الوحيد الذي يأتي من خلال العقوبات، وهو صراع ما بين أمريكا وإيران على حساب المواطن الإيراني. نعم، في هذا السياق عضو مجلس خبراء إيران عباس الكعبي أقر ضمنا بأن انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار أثر سلبا على دعم إيران لأذرعها في المنطقة، كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ هذا التصريح صحيح 100% لأنه القوى الإيرانية داخل العراق المهيمنة على منافذ السلطة الأساسية ومفاصلها هي تهيمن أيضا على نافذة مزاد العملة التي هي شكلت مؤسسات مالية عديدة من الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا، كل هذه هي مؤسسات مدعومة من الميليشيات داخل العراق لدعم الاقتصاد الإيراني، فقامت بعملية تهريب الاقتصاد العراقي والعملة الصعبة العراقية إلى إيران. فبالتالي أي عقوبة تؤثر على إيران، ولما طلبت إيران منع تمويل سداد الديون العراقية أو مستحقات الحكومة العراقية إلى إيران بالدولار العراقي قبلت إيران بقبولها بالدينار العراقي، ظنا منها أن هذه المؤسسات المالية تستطيع إعادة هذه الأموال بالدينار العراقي إلى بعد ضخه في السوق العراقية إلى إيران بالعملة الصعبة. وجاءت العقوبات لمنع هذا التصرف فأعاقه، وهذه المؤسسات المالية الأربعة ظهرت وتبين أنها تهيمن على 40% من العملة العراقية التي تهيمن عليها من خلال المصارف هذه. فبالتالي بالتأكيد هذه العقوبات تؤثر على إيران، لأنه إيران هذه المؤسسات والمنظمات أرادت إعادة، بما أنه ما لا تستطيع أن تشتريها مباشرة من البنك المركزي فأخذت تشتريها من السوق، فإذا صعد الدينار العراقي خفض قيمته وزادت قيمة الدولار على حساب، لكن يتضرر به المواطن العراقي، وإيران بالتأكيد لم تعد قادرة بنفس المستوى القديم أن تكون لها سيولة لدعم مؤسساتها وميليشياتها خارج حدود العراق. الآن ما هي خيارات؟ نعم، يعني الآن بطبيعة الحال ربما إيران تبحث عن مصادر تمويل تهرب من العقوبات الأمريكية، ولكن الآن ما هي خياراتها؟ الخيارات هي خيارات أمريكية ليست خيارات إيرانية، لأنه أمريكا فوضت الحكومة العراقية وأعطتها منحة ترخيص للعمل مع إيران اقتصاديا وإعادة
كافة المستحقات بالعملة التي ترتئيها الآن. فرضت أمريكا فقط أن يكون فقط بالدينار العراقي، فإذا أرادت أمريكا فعلا أن تعاقب إيران بشكل صحيح تلغي هذا التفويض وتلغي هذا الترخيص من عام 2018 إلى اليوم. يعني لم يكن الإجراء حقيقي وصادق من أمريكا في عقوبة إيران داخل العراق، إنه هو فقط يعني مناكفة بسيطة حتى تعرف إيران أن أمريكا قادرة على لي ذراعها داخل هذه المنطقة، وهو الشرط الكبير كان مؤثر في بداية المفاوضات على أن تدخل عملية وجود الميليشيات في المناطق في مناطق الإقليم بالمنطقة ضمن المحادثات، لكن رفضت إيران وقبلت أمريكا هذا الرفض، وبذلك أرادت أمريكا أن تعيد هذا الشرط من باب المناكفة لإيران وليس محبة في دول المنطقة أو حمايتها من إيران. نعم، الإطار التنسيقي كما تعلم أعلن أن السوداني سيتوجه إلى أمريكا لتفعيل اتفاق التفاهم الاستراتيجي معها، ولكن هذه الزيارة يعني هل الغرض منها بالفعل يعني كما جرى تداوله تفعيل اتفاق التفاهم الاستراتيجي، أم أنه سيناقش لربما السوداني تبعات حظر مصارف في العراق ثبت أنها تهرب الأموال؟ الزيارة تهدف إلى تطبيق الاتفاق الذي تم ما بين الإطار وبين الحكومة الأمريكية، هو أنه تنفذ كافة السياسة الأمريكية، وهم وافقوا بسلاسة وبدون أي اعتراض على أن السياسة الأمريكية مقبولة داخلها، خصوصا مع بالتوازن مع السلوك الإيراني. فبالتالي يعني هي الزيارة لا تدخل في مناكفة مع أمريكا، لأنه يعرفون أنه الشروط الأمريكية عليهم مسبقا ووافقوا عليها، فبالتالي من أين يأتي قدرتهم على مواجهة أمريكا أو الاعتراض عليها أو مناقشة، لأنه إذا يتناقش حول المؤسسات المالية التي تم حظرها أو تم عقوبتها أو التحذير منها، هي هناك ملفات ثابتة ووثائق صحيحة سيجدها أمامه، وهو يعرف تماما يعرف كافة التفاصيل، فبالتالي زيارة هو فقط توثيق ومراقبة ما اتفق عليه ما بين الإطار وأمريكا لا يتعدى ذلك. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.